مشهد تاني هنلاقي ميرس عنخ وهي منقوشة عندنا على جدران المقبرة وكمان ألقابها. هنلاقي فوق هنا أول علامة هي علامة نسو اللي على شكل نبات السو. تاني علامة هنلاقيها هي شكل البطة واللي هي الابن، وجت تحتيها نصف رغيف الخبز اللي هي حرف التاء وتبقى صات. صات نسو معناها ابنة الملك. هنلاقي بعديها على طول في ثلاث علامات ورا بعض. أول واحدة هنلاقيها هي علامة الان اللي هي على شكل أمواج المياه، ووراها نصف رغيف الخبز، وتتنطق الكلمة على بعض نت، وهي معناها من. تحتيها هنلاقي بطن الحيوان وبتتنطق غت ومعناها جسد. من غت معناها من جسد. وتحتيها ثعبان الطريشة اللي هو حرف الاف ومعناه هو. نت غت اف من جسده. يبقى هنا صات نسو نت غت اف. وهنا بيأكد على ان ميرس عنخ هي ابنة ملكية وهي من صلبه. ان غت اف معناها من جسده. ميرس عنخ كمان كانت زوجة ملكية، كانت زوجة خفرة. وهنلاقي هنا حمت نسو يعني زوجة الملك. علشان نقراها هنلاقي هنا العلامة دي اللي هي معناها الزوجة وتتنطق حمت، ووراها علامة نسو اللي هي الملك. حمت نسو يعني زوجة الملك. وفي الآخر هنلاقي اسمها متسجل ميرس عنخ اللي هو مير اس عنخ. أول علامة عندنا هنا هي علامة من أدوات الزراعة وتتنطق مير ومعناها بتحب. وهنا هنلاقي علامة على شكل المطوية اللي هي حرف الاس. مير اس معناها تحبها. وبعد كده هنلاقي كلمة عنخ اللي هي الحياة. ميرس عنخ يعني تحبها الحياة.